نفسي تحن إلى الحبيب محمد، وقلبها هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وله الصالحين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فما زلنا مع ألفية الإمام العراقي عبد الحسين عبد الرحيم بن حسين العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وتوفى سنة 600. طيب، طالما أني قلت عبد الحسين أقول لكم لماذا قلت. أنا قبل أن آتي كنت أكتب بعض الأشياء رد على المراجعات الموسوعة عبد الحسين، هو اسمه عبد الحسين، وكنت أكتب ردا عليه، فلذلك كان اسمه على خاطري، الله المستعان. طيب، ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وكلاهما عراقي، عبد الحسين عراقي وعبد الرحيم عراقي، لكن أين الثراء من الثرية؟ هذا إمام من أئمة أهل السنة عبد الرحيم العراقي، وذاك المبتدع الضال من أئمة الرافضة. ألفية العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، وصلنا إلى موضوع المطلب. قال الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في ذكره المطلب، قال: مطلب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد في متن أو في سند من الطوائف، فيه تساؤل كفري، أما الراجع بعض الوجوه لم يكن مطلبا، والحكم للراجع منهما منها وجب كالخط بالسترة جم الخلف والاضطرار موجب للضعف. المضطرب من الاضطراب وعدم الثبات، الاضطراب وعدم الثبات. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: مضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فأزيد. يكون الحديث مختلفا من واحد، يعني الواحد نفسه مضطرب في الحديث، يروي على اكثر من جهه، يعني ياتيك يقول لك فلان قال لا تحفظ الدرس الفلاني درس المصطلح واحفظ درس العقيده، ثم ياتي مره يقول فلان احفظ درس المصطلح ولا تحفظ درس العقيده، ثم ياتي مره يقول لا تحفظ درس التاريخ واحفظ درس العقيده، ثم ياتي يقول لا تحفظ درس الفقه واحفظ درس التدريب. تقول اي هذه فاز من اضطراب، هو مثبت غير مثبت ولا يميل، فاز من اضطراب، ولا شك ان الاضطراب منشأه سوء الحفظ، الاضطراب منشأه سوء الحفظ، لسوء حفظه او ضعف حفظه او لسبب ما اضطرب في هذا الحفظ، قد يكون احيانا حفظه جيدا، لكن في هذه الحادثه كان مشغلا لا مثلا يفكر في اشياء اخرى، الحديث جاء بطريقه مستعجله، جاء حدث مباشر أنساه ذلك الحديث، لكن في النهاية الذي يرجع إلى سوء الحفظ بالنسبة لهذه القضية أو لهذه الرواية أو لهذا الحديث. فإذا كان الاضطراب قد يكون من واحد هو الذي يضطرب أو يروي هذا أو يروي هذا، وهذا هو الأصل في الاضطراب. الأصل في الاضطراب أن يكون من واحد. ومن الحديث المشهور ذكرناه لكم وهو حديث أفلح وليه صدق. قلنا إن سعد بن إبراهيم رواه على وجهين، رواه مرة أفلح والله من صدق أو أفلح من صدق نسيت منها، ومرة رواه أفلح وأبيه من صدق، يعني مرة قال وأبيه ومرة قال وأبيه، فهذا يسمى اضطراب، هذا يسمى اضطراب، يعني لم يثبت على رواية واحدة، مرة قال أفلح وأبيه من صدق، ومرة لم يقل، إما قال أفلح من صدق أو أفلح والله من صدق، بينما المخالفون له الآخرون الذين رووا هذا الحديث الشيء كلهم يقولون
أو نص على شيء نص على شيء آخر في بعض الطلبة كرامين الطلبة ناس تثبت وناس تنفي هذا يسمى الاضطراب الذي يسمى الاضطراب في الحديث إذا مطلب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد يعني واحد يطلب فيه أو أزيد اثنان يختلفان أربعة يختلفون وهكذا قال في متن أو في سند يعني اضطراب إما أن يكون في المتن كالذي قلنا مثال وقد يكون اضطراب في السند نفسه هذا يقول مالك عن نافع هذا يقول مالك عن سالم مثلا هذا اضطراب في الإسناد يعني حكم على الضرب أيهما تريد هل يصير اضطراب ناس تبني على هذا الوجه ناس تبني على هذا الوجه إذا إما يكون اضطراب في السند وإما يكون اضطراب في المتن قال إن اضطراب فيه تساوي كل يعني اختلاف في درجة واحدة هذا درجة في الاتخاذ تدرج في هذا لن نرجع ما في أي مرجع يرجع أحدهما على الآخر يقول أما الرجع بعض الوجوه لم يكن مختلفا يعني الآن عندنا قضية ثانية القضية أن نحكم على الحديث بأنه مضطرب القضية الثانية نحكم على الراوي أنه مضطرب وهذه مسألة تختلف تماما عندما نقول الحديث مضطرب معناته المرد هذا الحديث واعطيكم مثالا حديث اذا بلغ الامر مدتين لم يحمل او خلف بعض العمر الحديث كله مضطرب لماذا؟ قال لانه جاء على اكثر من وجه اذا بلغ الامر مدتين لم يحمل او خلف طيب اذا بلغ الامر قلتين لم ينجسه شيء الماء لا ينجسه شيء في ذكر بدون ذكر القلتين فرأوا أن الحديث يكثر يدخل أكثر من وجه فقالوا أن الحديث نفسه مضطرب لأن كل الطرق متساوية وكل الرجال متساوون إذا قالوا الحديث مضطرب ما نستطيع أن نلزم هذه الصحة وهذه الصحة وهذه الصحة كل اختلافهم يقول الحديث مضطرب والحديث مضطرب من معنى الحديث ضعيف الحديث المضطرب من انواع الحديث الضعيف، اذا هذا المعنى حديث مضطرب. طبعا على خلاف اهل العلم يصحح هذا الحديث هناك من اهل العلم يضعفه ويقول مضطرب وهذا لا تميل اليه النفس كما قال ابن عبد البر ان الحديث كله مضطرب. حديث اذا بلغ مرتين لم يحمل الخبث. اما اضطراب الراوي قد لا يثبت صحه لان قلنا صحيح اذا نفرق بين الراوي المضطرب وبين الحديث المضطرب الحديث المضطرب هو عبد الله الحديث الضعيف الراوي المضطرب هو الذي الحديث هذا الذي رواه ويبقى حديث غيره من الثقات اذا اثبتوا هذا الحديث طيب نبعد كلامه قال المضطرب الحديث ما قد ورد مختلفا من واحد فازيد في بدن او في سند طبعاً فيه تساوي الخلف يعني ما في مجال في احد مع الاخر اما الرجاء بعض الوجوه لم يكن مضطربا والحكم الراجح منها وجب اظن واضحا ثم ذكر مثال ذلك كالخبر بالستره جمع الخلف جمع الخلف يعني اختلاف كثير جدا جمع الخلف يعني جاءت الروايات كثيره جدا سواء الاختلاف في الاسنان او الاختلاف في المتن. الاختلاف في الاسنان في الاضطراب تسمى اضطراب في المتن. يقول كالفرق بالسترة جمع الخلف يعني الخلاف فيه كثير جدا الاضطراب فيه كثير جدا والاضطراب موجب للضعف. راوي اسماعيل بن اميه اختلفوا على اسماعيل بن اميه هذا في اسناد هذا الحديث. مره يذكر يعني اضطرب فيه اسماعيل بن اميه اضطرابا كثيرا وهو من طريقه حتى قال ابن عيد هذا حديث مضطرب وحديث الخط السترين وهو قال النبي صلى الله عليه اذا لم يجد احد شيء يستره من الناس فليفض خطه وقال ابن عيد يكون هذا الخط في الارض يعني في الرمال
سترة، بدل السترة تخطو خطة في الأرض على شكل صورة الهلال وتصلي عليهم سترة. هذا بالنسبة لك وقلبي بعض العلم الإسلامي أخذوا بهذا الخط، والجمهور على طرف هذا الحديث وهو الصحيح لا يخلو هذا الحديث. وبالتالي لا يمكن أن يعني نجعل تشريعا يعلم به الناس مبنيا على هذه ضعيف، والصحيح أن هذه الخط لا يخلو. ويبقى موضوع السترة يعني غير الخط، وهو ما يسترك من الناس أن يكون شيئا مرتفعا مختلفا يعني في هذا المرتفع. فأكثر أهل العلم على أن السترة تكون ثلثي ذراع، جاءت مثل مؤخرة الرحل، قال أهل العلم مؤخرة الرحل ثلثا ذراع، وهذا هو الذراع. طيب، وهذا الذراع الآن، وثلثا هي من أهل العلم شبر ونصف من شبر يدك، يعني أنت شبر تروح شبر يدك، زين يلا شبر، شبر يدك شبر شبرين. طيب، ف إلى الأعلى كم؟ هو 22 سم 13 اختلف من جديد، يعني كل واحد بشكل نفسه، كل واحد بشكل نفسه وبيدي. طيب، فالآن أيدينا 3 أشهر. طيب، ذراعنا، فالثلثان ذراع يقدر كم إذا؟ شبرين. يقول إذا مؤخرة الرحل الإنسان الطبيعي ليس طويل اليدين ولا قصير اليدين، الإنسان الطبيعي غالبا هذا ذراعه، يعني 3 أشبار من أشبار يده. طيب، فتشد 3 أشبار من أشبار يدك ثم تغسل شبرين، هو السترة السنة أن تكون السترة بالارتفاع شبرين، هكذا أفضل بالنسبة لي للسترة. طبعا الكراسي المصاحبة تصلح ما تصلح، كيف يا خالد؟ تصلح يا شيخ، تصلح زينة، تصلح تصلح كم شبر ولا لا؟ لا، هذه فيها 4 شبار. الشبار على الأرض. مو اللي بيدك. مو هذا. ها تمشي. شوف واحد شبر. قصدك هذه الصغيرة؟ كرسي شبر شبر تقريبا. ها؟ شبر ها؟ طيب. هذيك الشبر كبيرة. كيف؟ طيب، إذا كان قصده أن بعض الذهب يعني السترة تكون يعني بمقدار شبرين. ومنهما يدرج بعض الجسم في غير
خلاف السنن، نحو ولا تنافسوا في مثلنا تبابر فمدرج قد نقل من مثل لا تجسس أدرجه ابن أبي مريم إذ أخرجه، ومنه مثل عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعض جسما فيجمع الكل بإسناد ذكر كمثل أي ذنب أعمل الخبر، فإن عمرا عند واصل الفقر بين شقيق وابن مسعود صغر، وزاد لعنش كذا رسول وعبد الإدراج كذا محظور. ذكر المؤلف رحمه الله أنواع المدرج أربعة أنواع، ذكر أربعة أنواع المدرج. النوع الأول قال المدرج الملحق آخر الخبر من قول روى ما بلا فصل الظهر، نحن إذا قلت التشهد وصل ذاك الهيئ وابن ثوبان فصل. هذا النوع الأول من المدرج وهو الأصل الإدراج، أن الإدراج يكون في آخر الحديث، إدراج يكون بعد ما يتم الحديث يدرج يقول الكلام. أحيانا هذا كلام نصيحة يوجهها للنفس، أحيانا شرحا لما مر من الحديث، أحيانا يكون دعاء يدعو به، هذا كله يسمى إدراج. قال نحن إذا قلت التشهد وصل ذاك الكهيل وابن ثوبان فصل. الإدراج هنا حديث ابن مسعود مشهور يقول علمنا النبي صلى الله عليه وسلم التشهد من الصلاة ما يعلمنا الفاتحة من القرآن، ثم قرأ التشهد ثم قال عبد الله المسعود فإذا أنت قال ثم ادعو الله ما شئت فأنت إذا قضيت فقد أتممت صلاتك. قوله فإذا أنت قضيت فقد أتممت صلاتك قال ابن مسعود، فظن بعض القراء أنه تابع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه، يقول النووي اتفق الحفاظ على أنها مدرجة. قوله إذا قضيت التشهد فقد أتممت صلاتك فإن شئت فقم وإن شئت فقم، يعني خلاص انتهت صلاتك. يقول ابن النووي بالإجماع اتفق الحفاظ على أن هذا الكلام تشهد ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصل ذاك الهيئ وابن ثوبان فصل، وهذا يأتينا كيف نعرف المدرج. معرفة المدرج أن اختلاف أن هذا يتكلم كلام فهذا يعني مفصل، يعني هذا يشبك، يعني هنا مثلا في هذا الحديث عندنا زهير وعندنا ابن ثوبان كلاهما رواه الحديث، زهير رواه متصل، ابن ثوبان لما روى الحديث كان يعلم التشهد فكان يعلم السوره من القران ثم قرا التشهد قال ثم ادعو الله ثم قال بفسق، فاذا انت قلت ذلك فقضيت صلاتك ان شئت فقم وان شئت فاجلس. قال ثم قال ابن مسعود، وهنا ايش ماذا فعل؟ وضح ابن ثوبان، وضح ان هذا كلام مسعود ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يتكلم ابن ثوبان وقيل على حديث زهير نظن انه ايش؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائده جمع الطرق، هذه فائده جمع الطرق، انت اذا جمعت طرق الحديث تبين لك هذه الفوائد، ان هذا من كلام هذا مدرج هذا مغلوب هذا مثلا اخطا فيه راوي هذا زاده فلان هذا نقصه فلان هذا نسيه وهكذا، كل هذه الاشياء وهذا اضطراب في حديث لا تسال تصل الى جمع طرق الحديث. نعم. قلت ومنه مدرج قد قلب كأسلم الوضوء بين اليمين، قد قلب يعني
القائل من النار. ظاهر هذا الكلام كله من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث قال إيش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أسلم الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب من النار. إذا أسلم الوضوء صار كلام من كلام النبي. في أول حديث نصيحة توجهها للناس يقول له المكذب أسلم الوضوء فإن النبي يقول ويل للعقاب من النار. فأسلم الوضوء يجي من كلام أبي هريرة لكن ما هو أخطأ فجعلها من ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة ما قال قال رسول الله أبو هريرة لم يقل قال رسول الله أسلم الوضوء ويل للعقاب أبدا. واضح؟ لكن الرواة طبعا أنت تتكلم عن أبي هريرة الذي سمعه من أبي هريرة ثم الذي سمعه من بعده ثم الذي سمعه من بعده بعض الرواة أخطأ فاختار فهو سمع قال أبو هريرة أسلم الوضوء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعقاب من النار. فظن هذا أن الهدية كله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجعل كلام أبي هريرة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدخل في تذكرون لما نتكلم عن الموقوف والمرفوع الموقوف هو الرجل الصحابي فيظن البعض أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حديث مشهور أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليغتسل. هذه فكرة أفكارها أبو هريرة لكن بعض الناس ظن أنه حديث مفروض إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما في ذكر للنبي في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم على الصحيح لكن على الصحيح هذه المسألة ذهب إلى يقول هذا ليس من كلام النبي وإنما من كلام أبي هريرة. من غسل به فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. فالبعض أخطأ وجعله من كلام النبي صلوات ربي وسلامه عليه. هذا المعنى الأول إذن إدراج في أول حديث أو في آخره. طيب النوع الثاني قال ومنه جمع ما أتى كل طرف منه بإسناد بواحد سلف كواهب في سنة الصلاة بل أدرك ثم جبدهم ومتهد. من أخرج أبو داود الإمام سليمان من رواية سابقة وشديد عن عاصم بن أمية عن أبيه عن وائل في سنة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم جبدهم بعد ذلك في زمان برد شديد حدث الحديث مقاصد جده في زمان بدء شديد. قال مصطفى الحمال الامام ذلك عندنا وهم فقوله ثم جئت ليس هو بهذا الاسلام وانما ادرج عليه وهو من روايه عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض اهل العلم. اذا الحديث واحد من المشهور حديث واحد لابن حجر المشهور طيب الذي رواه شريك وزاهد عن عاصم بن كليم عن ابي كليم عن وائل بن حجر اللي ذكر في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث اخر رواه ابن حجر زين فيه ثم جئته بعد ذلك في برد شديد فوجدتم ادخل ايديهم داخل ايديهم يعني في الصلاه. طيب هذا الحديث اخر حديث اخر وهذا يرويه عبد الجبار بن وائل عن بعض اهله عن وائل. فالبعض توهم جعل الحديث الوحيد جعله حديثين واحدا من الاسناد الاول وضحت فادرج حديثا داخل حديث ادغام ادغام ادخل حديثا في حديث وجعل له اسنادا واحد وصحيح ان هذا الحديث له اسناد وذاك حديث له اسناد فهنا ادرج فهذا أدرج حديث في حديث وجعل إسناد الحديث الأول للحديثين وهذا خطأ لأن إسناد الحديث الأول غير إسناد
زيادة كلمة. إما في آخر، إما في أولي، مش هتكون في النص. ممكن تضيفه. ممكن يكون في النص أنت مشروع كلمات عشان. وهذا خلينا نشوف من الأصولي. الإدراك هذا يصير ممكن يفسر الكلمات ويوضح وكذا كثير جدا عند الإمام الأصولي رحمه الله تبارك وتعالى. ومنه قوله تحدثوا حتى عبدوا، هذا إدراك أدرجه. ومنه الحديث المشهور أيضا حديث البخاري أيضا أنه في قصة بني الوحي لما ذكر حديث عائشة قال: وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع الوحي ربما صعد إلى عالم الإيمان يبكي نفسه، يعني هذا انتحار. هذه مدرجة ليست من حديث عائشة وإنما لم يذرب، ولكن قال وبلغني، فظن البعض أن هذا من كلام عائشة نسبه إلى حديث، ولم يبين أنه الإدراج الزهري. ولذلك موضوع الإدراج مهم جدا، ولا يطلع عليه إلا من جمع كتب الحديث ونظر فيها عند ذلك يدرك هذا الإدراج. ومنها أيضا حديث مشهور، حديث أيضا الزهري عائشة، وفيه أن في بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما قال عائشة رضي الله عنها أن فاطمة وجدت على أبي بكر فلم تكلمه، وكان علي وبايع علي وكان يبايع تلك المدة، هذه كلها مدرجة وليست من حديث عائشة، مدرجة وليست من حديث عائشة. فظن البعض انها من حديثها رضي الله عنها، معنا في البخاري، لكن هذا من المدرج، هذا من المدرج. لذلك الادراج يعني غالبا وغالبا لا يمكن الانسان يطلع عليه الا اذا جمع كتب الحديث وعمل مشجرات يعني لها تعب شويه، هذا ممتع خاصه تطلع بالنتيجه، وطبعا بعد ان توافق عليها تطرحها لاهل العلم يشوفونها وكذا يبينونك عليها متعه فعل وخطر يفتح معينة، سواء حكمت على الإدراك أو التأكد أو النظر، المهم أنك توصلت إلى إما أن تطمئن بعدم الإدراك أو أن تطمئن بالإدراك. إذا النوع الأول هنا هو زيادة كلام، النوع الثاني ما هو؟ إدخال حديث في حديث بإسناد واحد. يقول: ومنه أن يدرج بعض مسند بغيره مع اختلاف السند، نحو: ولا تنافسوا في مد لا، تباغض ومدرج قد نقلا، من مد لا يجسس ادرجه ابن ابي مريم اذ اخرجه. بعض الاحاديث تكون متشابهه، بعض الاحاديث بين شيء التشابه يعني كلمات، في حديث مشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنافسوا، طيب، ولا تباغضوا ولا تداوروا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. طيب، هذا الحديث صحيح. في حديث اخر ايضا صحيح: لا تنافسوا. طيب، وجاء بعض الرواه فادخل: ولا تنافسوا معه، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تداوروا. يعني جد الحديث صحيح حديث ابي هريره، طيب، لا تباغضوا ولا تداوروا ولا تناقشوا ولا تباغضوا. طيب، ليس في ولا تناقشوا. حديثنا في الصحيحين ايضا زين فيه ولا تناقشوا، فبعض الرواه جاء الى ان ابن عمر لا يدخل فيه ولا تناقشوا لتشابه الكلام، فادخل ولا تناقشوا مع حديث ابي هريره وسعيد بن ابي مريم. سعيد بن مريم أخطأ في هذا الحديث، فأدخل: ولا تنافسوا فيه، لا تداروا ولا تباغضوا ولا تناجشوا، فأدخل فيه ولا تنافسوا. نعم. إذا قال: نحن ولا تنافسوا في مثل لا تباغضوا، أدخل لا تنافسوا في مثل لا تباغضوا، فمدرج قد نقل مثل لا تجسس، ليحكم الظن، فإن الظن يكرم الحديث فلا تجسسوا ولا تنافسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. أخذ ولا تنافسوا أخطأ فأدخلها، وأيضا هذا في أيضا
فقط. فمدرج قد نقل من بدء لا تجسس أدرجه ابن أبي مريم إن أخرجه. هذا إذا نوع ثالث هو إيش؟ أن يأخذ كل الحديث خرج عليه آخر. النوع الرابع ومنه مدح عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعض في السند فيجمع كل بإسناد ذكر كمدح أي ذنب أعظم الخبر. فإن عمرا عند واصل فقر بين شقيق وابن مسعود سقط وزاد لعبش كذا مصور وعمد إدراج لها مخلوق واحد ومنصور والأعواص عن المنصور والأعمش روى هذا عن عبد الله عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. طيب هذا الحديث رواه واصل والأعمش ومنصور ومعتمر عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود. طيب رواية واصل رواه عن أبي وائل عن عبد الله يذكر عمرو بن شرحبيل يعني أسقط إيش؟ رجلا من الإسلام. يقول ومنه مدح عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعض في السنة. المدح واحد أي الذنب أعظم؟ قال أجل عند أهل الدين وأخر أهل المسجد المشهور. طيب هذا المدح رواه مجموعة واصل ومنصور والأعمش. طيب ومنه مدح عن جماعة ورد وبعضهم خالف بعض في السنة. الأعمش ومنصور يقولون ايش؟ عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود. واصل يقول لك ان ابي وائل عن عبد الله بن مسعود لم يذكر ايش؟ شقيق في هذا اسد عمرو بن شرحبيل. فيجمع كل الاسناد الذكر كمجد اي ذنب اعظم الخبر فان عمرا عند واصل الخبر بين شقيق وابن مسعود سقط. واصل امر الله طيب ذكر عن ابي وائل بن شقيق بن سلمه عن عمرو بن شقيق اسقط بينما الاعمش والمنصور يذكر عنه وضحى. فهنا شقيق يرجع للمسلم شقيق يرجع للمسلم واصل اخطا فاسقط عمرو بن شقيق من هذا الاسلام. طيب و المنصور المعتبر والأعمش يذكر عنه عمل بن شرحبيل. فهنا هذا النوع الثالث من الإدراج وهو أن يكون خلاف بين الرواة مثل ايش اتفق عليه بين خلاف ايش؟ في الإسناد بعضهم يدركوا أن يعمل بن شرحبيل وبعضهم يخرجوا. فهذا الآن نوع رابع الإدراج. إذا النوع الأول من الإدراج ما هو؟ زيادة كلام إما في وسطه ولا في أوله أو في آخر. النوع الثاني أن يدخل حديثا في حديث على إسناد واحد يلغي الإسناد الثاني. الثالث يأخذ كلمة يدخل كلمة ما لا يتكلم في حديث آخر. الرابع في الإسناد أن يكون الإدراك في الإسناد يدخل رجلا في الإسناد بين رجلين يدخل في الإسناد بين رجلين. طيب ما أخذ الإدراك ورجل أو شيء حرام أخر إذا كان عن عمد حرام ترجم إذا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لتفسير كلمة هذا جائز. إذا كان لتفسير مثل معنى حديث جائز جائز قول إذا كان زيادة الكلام صحيحة بس يوهم انه كلام النبي يوهم انه كلام النبي ايه وهذا في الفطرات ان يظن الله انه كلام النبي ايه. يقول بعض اهل العلم كان لازم الاختبار يدرج يشوف ينتبه او لا ينتبه مثل ما حدث به ابن معين مع ابن حنبل واحمد بن منصور وما الى ما
هذا الفضل ابن دكين كان يدرك عليه بعض الاحاديث التي ليست له يسيرها علي حتى ينتبه له ويحفظ يحفظ يقول له ان كانت الاختبار فلا باس وان كانت التعمد لشرح حديث وكذا فلا مانع لكن مع هذا يقول ايش ينبغي ان ينبه عليه قلت واضح حتى لا يلتبس على الفضائل كما يقولون يعني بعضهم يقول هذا لكن بعضهم لا يقول مثل الزهري لانه يهتم بالفائده فيشرح الايه يشرح الحديث ذكر من ضمن الكلام فيظن البعض انه ايش؟ انه من ضمن الحديث وليس كذلك وانما هو كلام هو اراد ان يشرح للمستمعين له طيب كيف نعرف المدرج؟ يقول اهل العلم معرفه اما ان يكون يعني لا يمكن ان يكون كلام النبي يعني من تشوف لا يمكن ان هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاء حديث عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك له اجران العبد المملوك اذا اسلم له اجران اجر الاسلام مثل لي يعني اعطاء حق سيده فقال ثم قال والله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله لولا الجهاد في سبيل الله وبر امي لاحببت ان اكون من الملوك قال لا يمكن ان يكون لك قال هذا لا يمكن ليش لانه ميت او شيء الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الرسول قال لا يمكن ان يكون عبدا مملوكا قالوا هذا يمكن ليس من كلام النبي طيب الحديث يقول العبد المملوك له اجران اجر لاسلامه واجر لبره قيام حق سيده والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله لم يكن من كلام النبي لا يمكن يا رسول الله لا يمكن ان يكون عبدا ولا يمكن ان يكون يقول بر اليوم لان قضيته وعم استسلم فلم يكن يقول قال هذا فلما تتبع عقل كلام وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اما سمع هذا الحديث وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبد المملوك له اجران اجر الاسلام واجر لقيام حق سيده والذي نفسه بيده ثابت يده يعني مش فقط نقطه ها ما فقط نقطه فاجمل الامر قال والذي نفسه بيده لولا الجهاد في سبيل الله وبر الامه لابد ان تكون مملوكا فظن البطن هذا ايش؟ من ضمن الحديث وليس من ضمن الحديث لكنه من كلام ابي هريره رضي الله عنه وارضاه كذلك جاء في الحديث حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرات شرك وما منا والا والا يا اسلم احنا اصابوا بشيء من هذا الشيء فقال الرسول ما يقول معصوم الرسول معصوم قالوا لك تكثر الحديث لما بعد ضرب الحديث والا بعد رفضه قال ابن مسعود وما منا والا فطلع كلام النبي فقط ايش؟ وما منا والا كلام من؟ كلام ابن مسعود لما تتبع اهل العلم الحديث فصلوا بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ابن مسعود لكن ابن مسعود ما حديث زين؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شد ثم قال وما منا والا فظن البعض وما منا والا بهج من ضمن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم الطيرة شد وما منا والا فدوج الكلام المسؤول عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاذا يعرف القدره يقول اهل العلم احيانا بالاستحاله يعني يستحيل ان يكون الكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم قال احيانا يعني الراوي نفسه يوضح هذا وهذا اصغر شيء في الادراك ان الراوي يوضح وهو الاشكال شنو ان الراوي يوضح يعني في حديث ابي هريره اسمه الوضوء فان ابا القاسم او فاني سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعقاب
من النار، هذا واضح جدا. لكن قبل هي قد تقع على البعض يوميا بعض الخطأ. حديث ابن مسعود المشهور ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات او يشرك بالله دخل النار. من مات وهو يشرك بالله دخل النار. يقول مسعود: وقلت انا. يقول مسعود: ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنة. فقوله وقلت انا وانا رجل لك فاق تامر، هذا كلام مسعود رضي الله عنه لما قال وقلت انا. لكن كما قلت لكم ياتي البعض يسال تسوي يجعل هذا المكان صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يشرك بالله دخل النار، ومن مات وهو لا يشرك بالله دخل الجنه. هذا يحدث وهذا يحدث. في سؤال عن الإدراج؟ سبب شيخ بالنسبة للإدراج في الصحيحين، الإدراج في الصحيحين يأخذ مرتبة صحيح ولا ما يأخذ؟ الإدراج في الصحيحين ما له؟ يأخذ حكم صحيح ولا ما يأخذ؟ لا، هو صحيح. لكن عندما تقول هذه الجملة مدرجة يعني تخرج الجملة لما كانت صحيحة، يعني ما يعني إسناده صحيح، لكن يكون أحد الرواة قال هذا من نفسه يقول هذا مدرج، بس يبقى الحديث الأصلي ما عنده شيء. حتى الإدراج نفسه يكون صحيحا، قال ابن مسعود، قال الزهري، قال عروة، قال عائشة، قال ابن حسين، ما له شيء. في سؤال عن الإدراج؟ تفضل. نبدأ في هذا الموضوع. نفس السبب خالد شيخ اليوم معاك فرق والله ما تشجع. لا خاطر اقول لك وقت استراحة بس يستحي الحين استراحة اللي تبي اتوقع او احنا مش بدينا ونص ونص اخذ استراحة الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.